والصافرة طبعا راح يطلقها عمر الشحي من سلطنة عمان. كورة أولى، صافرة أولى. طبعا تحية هنا بين الفريقين كبداية هذا اللقاء الآسيوي، لقاء هنا على أرض مملكة البحرين، مملكة الحب، مملكة التسامح. هنا شوف الكويتي يتقدم، هنا يلعب محاولة، هنا تصويبة وهدف، هدف 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 هنا. شوف هدف من المنتخب الياباني، محاولة ولكن وين 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 يعني. هذا هو، شوف الثلاثة، ثلاثة من اليابان. المنتخب الكويتي يحاول الآن دفاع، شوف متقدم على تسعة، على تسعة يعني الفريق الياباني. هنا الكويتي الاختراق، نشوف ممكن ممكن، يا سلام حلوة هذه. وأول أهداف الكويت أيضا رائعة عن طريق هذا اللاعب، تسعة من الكويت عبد العزيز، لا حسين المطوع، حسين المطوع. تأتي أيضا هناك هدف آخر الياباني، محاولة، يا سلام الاختراق، سبعة متر على طول، سبعة متر. هناك في احتكاك ومنع، وهذا طبعا الشحي العماني، الشحي سبعة متر أول طبعا رمية سبعة متر، في تغيير عند المدرب الياباني في الحراسة. نشوف هذا 28 حراسة الكويت، وتصويبة من حسين. حسين من الثاني يسجل هدف التعادل. المباراة حلوة من البداية، دقيقتين هدفين هدفين، يعني نقول كل 30 ثانية هدف لفريق من الفريقين، والتعادل. شوف يحاول يعني الكويتي يضغط على من؟ على الباب. تغيير، شوف اللاعب، محاولة تصويب، لا تغيير. هنا يصوب، هدف 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 رائع، تقاطع. وهذا طبعا اللاعب اثنين، كيبي كيبي، محاولة اختراق، ويا سلام يا سلام يا سلام على هذه المباراة السريعة. وهذا طبعا نشوف اللاعب يعني الكويت هنا تضيع فرصة، فرصة 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 للمنتخب الكويتي. تعود منتخب الكويت 3-3، ونلعب في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول. عزيزي المشاهد دائما عبر قناة البحرين الفضائية الرياضية، محاولة تصويب، لا يغير، يبحث 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 عن من؟ ثغرة هناك. تأتي حكم المباراة بيقول في يعني إذا ما خلص الكويتي بيقول في لعب سلبي هنا، لاعب الدائرة في خطأ، في خطأ في خطأ. محاولة وأيضا أيضا في خطأ، تسعة متر. الياباني مسكر مسكر كل الثغرات. طبعا هذا مدرب الكويت لعب سلبي، شوف اختراق، وفي خطأ هجومي، خطأ هجومي الياباني سريع هناك، تضيع تضيع، ولكن تعود تعود للكمبيوتر الياباني، والنتيجة 3-3 الشوط الأول من هذا اللقاء. شوف من بدايته هو ممتع اللقاء. شوف تغيير، تغيير مراكز بين اللاعبين. هنا محاولة التصوير، لكن لا في خطأ، ويبدو أن حكم المباراة شوف يعني تنبيه تنبيه وليس هذا. طبعا المدرب الياباني، محاولة تصويب، وهناك في القائم، القائم فرصة الكويت سريعة سريعة. هناك ياباني ولكن ممكن واحد ضد واحد، محاولة اختراق، لكن تعود تعود
شوف هذا صالح لرجيب يمكن يصوب تصويبه ولكن الحراسه موجوده وهنا الضيع الضيع رده الفعل كانت موفقه من اللاعب حسين مندباني. تاتي من جديد شوف يعني الان حوالي دقيقه ودقيقه ونص ما شفنا اي هدف من الفريقين بخلاف طبعا بدايه المباراه السريعه. هذا جان محاولة تصويب وأيضا الحراسة هناك الحراسة ممكن من يترجم من يترجم هنا تأتي الأمور من جديد وسبعة متر خلاص 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 هو دخل 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 في المنطقة سبعة متر من اللاعب الكويتي ثمانية عبد العزيز نجم عبد العزيز نجم حسين نشوف اللاعب حسين وطبعا الحراسه عندنا 16 ويصد يصد الكره هذا اللاعب الياباني شوتارا وجاجين شوتارا يصد يعني اول رميه طبعا 7 متر يصدها هذا البديل 16 عنده ثلاثة حراس الأساسي طبعا 30 شوهي وأيضا هناك يا سلام على الحراسة ما في شيء أسمراني في الحراسة الكويتية فرج عبد الله اللاعب رقم واحد هذا الأسمراني اللي بدأ الآن يعني يدخل بقوة في جو المباراة وطبعا ما زالت الشباك هنا هادئه محاوله اختراق وهذه اوه خلصها 13 من الكويت حسن وايضا هناك شوف تضيع الفرصه من الفريق الياباني طبعا سعاده النادي عيسى اسحاقي رئيس الاتحاد البحريني في المنصة الرئيسية شوف أيضا تغيير فريق الكويتي المراكز هنا نشوف تغيير فصل ممكن لعب دائرة هنا تأتي أوه رائعة هذه اللعبة الثنائية وتسعة طبعا يترجمها حسين المطوع يترجم بهدف اخر للمنتخب الكويتي محاوله يابانيه الان لتقليص الفارق واللحاق بالمنتخب الكويتي هنا متاخر الكمبيوتر الملفات متاخره ليه هذا الكمبيوتر دفاع متقدم شو يلعب 4-2 يضغط على من اللي يعني الباكين ما يريد يستلم اي واحد منهم اي كوره من الفريق الكويتي جان هذا جان فوجيكاوا محاولة تصويب لكن تأتي أيضا تضيع تمريرة غير موفقة الفريق شوف هذا الدفاع المتقدم أربك الفريق الياباني يعني لما تتسكر على الباك اليمين باك اليسار طبعا البلاي ميكر لابد هو أنه يشتغل ولكن يبدو أن الفريق الكويتي صاحي لاعب صح حتى الآن هذه الخطة 10 دقائق هنا الله تمريرة رائعة وتمويه من اللاعب 8 عبد العزيز نجم هنا تصويبة أخيرا يابه اللاعب جان فوجي كاوا ينجح هنا في تسجيل طبعا وين يعني تقريبا نقول 6 دقائق الفريق الياباني ما سجل الان جان فوجيكاوا هو اللي طبعا قلص الفرق الان الى 2 الافضليه حتى الان لمنتخب الكويت 1-1 ممكن هنا
تأتي من جديد. محاولة يصوب له. أوه لا 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 لا، فيه 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 عقوبة، عقوبة على جان، على جان، جان فوجي كاوا يخاف. دقيقتين لعبة جدا خطرة يعني أمام اللاعب الكويتي. ثمانية عبد العزيز نجم، عبد العزيز نجم إن شاء الله يقوم بالسلامة. شوف هو طلع طلع، ولكن هو هو اللاعب 17 إعاقة. وطبعا هذه اللقطة إعادة من مخرجنا عبد الله الياسي. يعني النتيجة واضحة. في لقاء في عام 2012 اليابان والكويت، النتيجة كانت كبيرة كبيرة في 2012، 35-15 للمنتخب الياباني. طبعا الان فرصه المنتخب الكويتي انه يستغل هذا الوضع الناقص في الفريق الياباني، ومن ثم طبعا يضيف هدف اخر. هنا تاتي الامور من جديد، محاوله مقطوعه مقطوعه، هناك فاست بريك فاست بريك. لا لا، التمويه حلو مال الياباني هذا، التمويه دخول دخول خاطئ، استعجال استعجال من اللاعب 13 حسن حسين. اللاعب 13 لم يوفق في استعجال، يعني فتح الفرصة الآن للفريق الياباني اللي شوف راح يلعب في الهجوم من غير حراسة، من غير حراسة. وطبعا هذا سلاح ذو حدين، لابد أن يكون التطبيق موفق حتى ما تضيع الفرصة عليك، يجيب التعادل. ومن ثم طبعا هناك واحد على طول يلعب ستة الآن، يعني ستة بستة في بدون بس حراسة، أي خطأ على طول ممكن الفريق الكويتي يستغل. محاولة هناك تأتي، شوف المتابعة، المتابعة الفريق الكويتي. هنا يعني فرج عبد الله، فرج عبد الله رائع، هذا الاسمراني يصد الكرة، يصد الكرة وتأتي الفرصة للمنتخب الكويتي. عنده عنده هو المنتخب الكويتي يعني في حدود 30 ثانية أقل ممكن يصوب، ولكن وين في البلوك؟ البلوك بلوك بلوك، وين؟ طبعا الحراسة صح من نورو شو نورو يما، الجمهور الكويتي حاضر هنا. النتيجة 6 الكويت 5 اليابان، وطبعا الكويت في الدفاع ما غير. شوف هذا محاولة يابانية لمعادلة النتيجة، تصويبة الله قوية قوية، التصويبة هذه التصويبة هذه قوية من اللاعب. اثنين اثنين الفريق سيتو روب، سيتو هو يعادل النتيجة في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول. محاولات هنا تأتي، فريق الكويتي يغير أيضا المراكز، ولكن شوف الدفاع المتقدم قد يربك المنتخب الكويتي. تصويبة يا سلام عليك يا 13 يا 13 من الكويت، حسن حسين يأتي بكرة قوية قوية، تقدم كويتي تقدم كويتي من جديد. هذه المحاولات نشوف ممكن يصوب، لا يعني هو يريد ثغرة، يريد هنا التصويب، شوف وين يصوب، يعني في مستوى نص القدم هذا اللاعب. طبعا 9 هوري كوشيرا، هوري كوشيرا ينجح في معادلة النتيجة. تصويبه لكن وين، ضيع ضيع ضيع
حراسي الحراسي طبعا شو الحكم يشاور زميله دقيقتين هذا خميس الوهيبي دقيقتين واضحة شوف ايضا يعني المنتخب الكويتي شوف ينجح فرج محاولات المنتخب الكويتي طبعا يلعب التكتيك طبعا المدرب هنا انه بدون الحراسه في الوضع الهجومي لعب سلبي هنا تصويبه ورائع من طبعا اللاعب هذا 37 صالح رجيب ولكن شوف رده الفعل كانت سريعه من الفريق الياباني اللي هو يعتمد السرعة شوف على طول هذا اللاعب طبعا 15 شوي هاشي محاولات تأتي من جديد نشوف ممكن يا سلام على الحراسة هذا اللاعب طبعا 30 شوهي ينجح استعجال في طبعا الفريق الياباني استعجل وطبعا ضاعت منه يعني فرصة تقدم هو الفريق الياباني فرصة التقدم يعني الياباني 16 دقيقة ما تقدم على المنتخب الكويتي لم يتقدم على المنتخب الكويتي والأفضلية كانت مع المنتخب الكويتي دائما نلعب في الدقيقة 17 محاولة اختراق يغير هنا تصويبه ولكن طبعا ما في شيء فاست بريك هذا هذا التقدم الأول عن طريق شوي هاسي ينجح هنا في يعني أول تقدم للفريق الياباني هنا بفارق هدف واحد شوف عن طريق الفاست بريك محاولات فريق الكويت المتابعة ممكن اختراق لا طبعا ايضا في خطأ حكم المباراة يقول في خطأ شوف السرعة في يعني انطلاق الفريق الكويتي هنا ولكن وين 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 ضاعت من اللاعب 10 هذا نواف الفارس ضيع من عنده نواف الفارس والمتابعة والفريق الياباني يريد يعني الآن زيادة عند الأهداف في خطأ الدفاع هناك يعني مع اللاعب الدائرة الياباني 8 يبدو أن نيكيتا ناكا أوكي خطأ هجومي شوف وهدف واخر في دقيقتين يبدو ان استخدم الرجل واضحة دقيقتين شوف اللاعب
من حسين المطوع. حسين المطوع يضع هدف التعادل لفريقه. نلعب في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول من هذه المباراة. حلوة جميلة حتى الآن، يعني واحدة من المباريات الثقيلة الرائعة هنا في هذه البطولة. نأتي من جديد، المنتخب الياباني يضحي بالحارس في الوضع الهجومي. هذه المحاولات هنا كصويبة، ولكن هناك فارج عبد الله. أوه الأسمراني فارج عبد الله، لكن في لاعب نشوف لاعب ياباني. هذا فارج عبد الله المتألق الأسمراني الكويتي، إن شاء الله يقوم بالسلامة اللاعب طبعا الياباني. هذه صدها فرج. تسعة الدقيقة 19، 11 دقيقة على نهاية الشوط الأول. هذا الشوط المذهل. يبدو أن هناك طبعا يمكن احتكاك، طبعا لا شك ما في واحد يتعمد، ولكن هذه هي لعبة الأقوياء، لعبة الأقوياء. ويبدو أن الحكام يريدون يتأكدون، يعني حول هذه الإصابة. وطبعا هناك وهذه من حق الحكام، لأن قد يكون غير يعني اللعبة غير قانونية. فلذلك نشوف الآن يعني قرار خنشوفه هني من مخرجنا. نشوف يعني في احتكاك. اللاعب يبدو ان دقيقتين على اللاعب الكويتي فهد المشاري. يبدو هو 99 فهد المشاري. إيقاف لمدة دقيقتين. تشوف والله لا هذا المشاري يتقدم للكويت. فهد المشاري يتقدم للكويت. الكويت يتقدم الان، ما في عقوبة. يبدو ان احتكاك عادي، ولكن على حسب حكام هذه المباراة. محاولة يابانية، الكمبيوتر يفتح ملفاته الآن هنا، ولكن الدفاع حاضر. الدفاع الكويتي باللون الأبيض اليوم، الأزرق باللون. لعب سلبي. محاولة تصويب، والله يعطي تصويب، خلصها اللاعب طبعا ثلاثة. شوف يابي اللاعب سيكوتو، وهذه تصويبة أيضا. ردة الفعل كانت قوية من اللاعب الكويتي إبراهيم الرشيدي. واحدة أرضية في طبعا مرمى الحارس الياباني. تعود من جديد، يعني مباراة حلوة متباينة. الكويت يتقدم،
اليابانية تقدم، يعود الكويت، هذه حلوة حلاوتها. هنا محاولة تصويب، المتابعة تأتي، ويا سلام نشوف، لكن هناك فارج 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 عبد الله هو اللي راح يفرجها على المنتخب الكويتي بتألق هذا الأسمراني الرائع من منتخب الكويت، وفرصة الآن إضافة هدف آخر. الآن المنتخب الكويتي في آخر نقول تسع دقائق، أقل من تسع دقائق من زمن الشوط الأول، وهذه محاولة هروب، ولكن الحراسة هذه طبعا 30 شوهي شوهي فاست بريك. الله التعادل، التعادل يأتي بسرعة الكمبيوتر، وهذا طبعا ثلاثة سيتو روياي يحقق التعادل، دائما سريع لا تعطي الفرصة المنتخب الياباني، سريع في العابه. هنا يا سلام، اوه لا 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 لا، حلوه هذه، حلوه الثنائيه الكويتيه هذه، وترجمه هنا المتابعه بيني هو عبد اللطيف سالمين. يا سلام، شوف شوف شوف، يعني التمرير حلوه والله، المباراه حلوه مثيره رائعه، وهذه طبعا اللاعب 29 من كوتارا تاجيبانا. محاولة منتخب الكويت، هنا تأتي الأمور في خطأ، 9 متر للمنتخب الكويتي. شوف يعني الرشيدي على الدائرة، عن الرشيدي الرشيدي، ولكن طبعا ما فيه شيء، ما فيه شيء، حكم المباراة يقول ما فيه شيء. تعود المنتخب الياباني، 12 الكويت 11 الياباني، ونلعب في الدقيقة الآن، دخلنا ال 24، 6 دقائق يعني مع ما تبقى من الدقيقة 24 من الثواني. تأتي شوف تغيير في المراكز عند المنتخب الياباني، نشوف يوشين هنا. يا سلام يا سلام يا سلام، في شوف السرعة في التمويه والاختراق الفريق الياباني، وهذا يوشين يا كامورا ينجح في معادلة النتيجة. مباراة حلوة سريعة من الفريقين، الندية تحدي في هذا اللقاء. تأتي من جديد محاولة في خطأ، تعود منتخب الكويت، شوف تغيير يخترق، أيضا شوف المتابعة، حاول فيها نواف الفارس، هنا نواف الفارس محاولة يصور، ولكن 9 متر، وفي لعب سلبي، في لعب سلبي، لعب سلبي، لعب سلبي، يعني لازم يخلص، لازم يخلص، وأيضا في خطأ، 9 متر من جديد. التعادل الآن 12-12، دقيقة 25، كورة لعب سلبي، تصويبه أيضا دفاع دفاع دفاع، متابع الفريق الياباني، ما زالت الكورة يعني لازم يخلصها الكويتي، ما في تلعب ثلاث تمريرات، لا واحدة والثانية، هنا تصويبة، ولكن أيضا الحراسة، هنا شوف الحراسة، شوهي يونيدا تصويبة، والله شوف القوة في التصويب من هذا طبعا اللاعب، دائما 11 يوشين كما كورة ينجح الآن في تحقيق التقدم لمصلحة الكويت، يتدخل مدرب
لكويت في طلب وقت مستقطع الآن. فريق متأخر بفارق هدف واحد. طبعا المدرب دورادو ديغو المدرب، هناك ايضا المدير الفني لمنتخبات مارتينيز، هذا طبعا دائما موجود مع المنتخبات الكويتية. انتهى الوقت على المستقطع لمنتخب الكويت، وطبعا يعني دخلنا الدقيقة 26، دخلنا الدقيقة 26 والكويت متأخر بفارق هدف هنا في هذه المباراة الرائعة الجميلة عبر قناة البحرين الفضائية الرياضية. هنا محاولة كويتية، شوف يعني هنا المتابعة لكن تضيع، تأتي من جديد. ممكن يصوب، ممكن يصوب، الله في الحراسة. شوهي يونيدا هنا الاختراق وهدف آخر. شوف التمويه والاختراق، المراوغة هذا من اللاعب رقم 4 سورا باتشيو. سورا شوف المراوغة والهروب من الدفاع الكويتي، والهدف رقم 14. الآن يتقدم الياباني في نقول الدقائق الأخيرة، اي الدقائق الأخيرة، احنا نلعب في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول. كرة كويتية، نشوف من اللي راح يخلصها. هنا لابد في خطأ. تصويبة ولكن طبعا جانبية. ايضا لعب سلبي. نشوف هل انطلاقة ولكن ايضا جانبية من جديد للمنتخب الكويتي. حاول فيها اللاعب حسن حسين وهدف رائع من اللاعب صالح رجيب. هنا تأتي منتخب، شوف اليابان إيقاف لوقت. طبعا عندما يقع اللاعب فلا بد راح تكون من العرق اللي يتصبب من اللاعبين. هذه طبعا اللقطه اللي حكم وقف المباراه، وهذه محاوله تاتي. نشوف المنتخب الياباني كادت الكره ان تذهب، يعني منه تعود الفرق هدف واحد. المنتخب الياباني تسويبه، ولكن طبعا هناك فرج. تذكروا هذا الاسم، هذا الاسمراني الرائع، هو يعني حامي عرينا المنتخب الكويتي من طبعا اهداف محققه عده كانت في الشوط الاول حتى الان الدقيقه الاخيره من عمر هذا الشوط الاول للقاء المنتخب الكويتي والمنتخب الياباني ضمن منافسات البطولة التاسعة. هنا تاتي يبي له سرعة شوية، لاعب الدائرة، اوه حلو الوانتو، هذا الوانتو يعقوب ينجح يعقوب في معادلة النتيجة
في معادلة النتيجة. يعقوب هنا على الدائرة، لعبة حلوة من عبد العزيز نجم على التعادل. هنا يتدخل المدرب الياباني، المدرب الياباني يتدخل. شو أسوتا يتدخل يطلب وقت مستقطع. هذا طبعا كان لاعب سابق في المنتخب الياباني، وهذا شيء جميل ان يعني دائما اللاعب بعد ما يترك يعود الى طبعا التدريب، مجال التدريب. عزيزي المشاهد، في النسخة الأولى لهذه البطولة التي أقيمت في تايلاند عام 2005 كوريا الجنوبية هي صاحبة اللقب الأول لبطولة الناشئين. في المباراة طبعا النهائية فاز على المنتخب الإيراني 38-31، والصين جاءت في المركز الثالث. الآن عزيزي المشاهد نشوف الثواني هذه شلون الفريق الياباني راح ينفذ اللعبة الآن، يعني هل تكون هي اللعبة الأخيرة أم هناك كلمة للمنتخب الكويتي؟ ملاحظات، شوف يعني دفاع متقدم المنتخب الكويتي، ما يريد تصويب من خارج التسعة. هناك تأتي محاولة الياباني، هنا الأمور تأتي، أوه ما في شيء، فرصة المنتخب الكويتي، الثواني الأخيرة هناك ممكن، ولكن لا، في خطأ كان هو ممكن يخلصها أيضا. ما زالت الثواني موجودة. تأتي من جديد هنا، ممكن يصوب تصويبه، ولكن طبعا مع هذه التصويبه صدت الحارس شوهيب. مشاهدي الكرام، نعود بكم من جديد مع الإثارة، مع المتعة، مع الندية هنا عبر قناة البحرين الفضائية الرياضية في لقاء منتخبي الكويت واليابان. الشوط الأول 14-14، الشوط الثاني الكويت يبدأ. هو محاولة نشوفها حلوة هذه المحاولة، واختراق هذا اللاعب طبعا. ثمانية عندنا عبد العزيز. شوف ردة الفعل كانت ايش؟ سريعة من المنتخب الياباني. 29 لاعب قوي جدا هو تارو تاشيجي. تعود المنتخب الكويتي. شوف المتابعة، متابعة على طول مع اللاعب ثمانية عبد العزيز نجم. صالح لرجيب ممكن يخترق، ولكن في خطأ، لعب سلبي طالت عند المنتخب الكويتي، لعب سلبي. الطاقم العماني يقول لعب سلبي. تصويبه شوف، لا خارج، بعيدة عن طبعا الحارس الياباني. هاي تصويبه، اوه قوية من اللاعب سيتو ينجح هذا اللاعب. اثنين قوية بشماله، صعبة محاولة. هنا تأتي المنتخب الكويتي، يعني عند الاختراق. تعود من جديد حسن حسين الباك الشمال لمنتخب الكويت، وعندنا صالح 37. حلو التمويه، واحلى هناك في الحراسه اليابانيه.
احلى محاوله. شوف 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 السرعه، شوف شوف السرعه. هنا تاتي الامور للمنتخب الياباني. المنتخب الياباني يتقدم الآن فارق هدف واحد. شوف خلاص عطيتوه عطيتوه الثغرة. لاعب مميز اللاعب تسعة هوري كوشيرو. يعني يلعب المنتخب الكويتي يلعب من بعيد من بعيد يلعب. طبعا حكم المباراة بهذا الشكل راح على طول يعتبر اللعب سلبي. تصويبة لكن غير موفقة من اللاعب يعقوب. تعود صالح صالح رجل. تصويبة من جديد. الله شوفه شوفه اللاعب تسعة التسعة هوري كوشيرو ينجح. وبدأ الآن المنتخب الياباني يزيد الفارق مع بداية الدقيقة الرابعة. ثلاثة أهداف الفرق لمصلحة المنتخب الياباني. ما زال الكويتي طبعا يعني هدف واحد سجل هدف واحد. وهذا شوف 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 الدفاع على طول من يتقدم هو في خطأ خطأ. تسعة متر حكم المباراة تسعة متر. وهذاك طبعا الحارس شوهي اللاعب الياباني الحارس صالح. يعني تقترب من الدفاع صعب صعب. في خطأ تسعة متر ولعب سلبي. لازم مع صافرة الحكم مع صافرة الحكم لأنه هو موقف الوقت فلا بد يطلق الصافرة حتى طبعا يستمر الوقت ويستأنف. هنا تصويبة ولكن طبعا غير موفقة من اللاعب عبد العزيز نجم. تعود المنتخب الياباني. يعني لو سجل المنتخب الياباني الآن راح يصعب المباراة على المنتخب الكويتي. يعني فرق أربعة أهداف وهو بيلعب بأريحية. هنا تأتي محاولة شوف تصويبة وهنا فرج فرج فرج. وين الفاست بريك المنتخب الكويتي؟ وين الفاست بريك؟ هنا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على السرعة والأداء الرائع. فاست بريك من اللاعب طبعا 66 هذا اللاعب 66 عبد اللطيف سالمين. عبد اللطيف سالمين ينجح تخليص الفرق الى هدفين. شوف لابد المنتخب الكويتي يعني هنا تصويبه. أوه. طبعا في وجه اللاعب. في وجه اللاعب. طبعا لم يقصد ولكن هنا في هدف هدف للمنتخب الياباني. يعني النتيجة الآن 19-16 في هدف للمنتخب الياباني. إلى لعب دائرة. شوهي شوهي ينجح ينجح في صد الكرة هذه وتضيع فرصة على منتخب الكويت.
طبعا إضاعة الفرص راح يكلف المنتخب الكويتي. هاي فريق ياباني كمبيوتر وأحدث الكمبيوترات أيضا. يعني هنا فرج، لا طبعا لا هذا مو فرج، هذا لاعب 16 الحارس اللي طبعا بديل فرج. اول دخول له هادي باقر هادي، وهدف رائع من على الدائره. هذا طبعا اللاعب الكويتي 6 عبد العزيز النجار. عبد العزيز النجار واحده من على الدائره. نشوف يخلص الفرق المنتخب الكويتي الى هدفين. تصويبه هدف هذا اللاعب سيتيو ينجح. هنا يتدخل مدرب المنتخب الكويتي دورادو ديغو، يتدخل يطلب وقت مستقطع. طبعا فريقه ليس بالفريق اللي كان في الشوط الاول، البدايه في الشوط الثاني يعني سجل هدف وتقدم، ولكن طبعا الفريق الياباني اخذ الامور. يعني الفريق الياباني يعني اللي يلعب في مقعد البدلاء واللي داخل نفس الشيء، نفس المستوى نفس الاداء، في منظومه معينه يطبقونها، في ايضا حلول فرديه لكل لاعب. جانب من الحضور الجماهيري هنا، طبعا نشوف حضور للمباريات، يعني ما فيهم الحضور المكثف. هنا الجالية اليابانية، طبعا ايضا عندنا تحت مجموعة من الجالية اليابانية ايضا موجودة هنا. تأتي المنتخب الكويتي، عبد العزيز نجم، حسن حسين، هذه محاولة اختراق، يغير. شوف يعني المتابعة للفريق الياباني. ولكن شوف الحراسة، شوهي ينجح في صد الكرة هذه وتحويل الفرصة للمنتخب الياباني. حارس يعني رائع. الآن هذا الحارس رائع في الشوط الأول كان الحارس فرج عبد الله، هو الآن مع نشوف في يعني التسع دقائق من الشوط الثاني الحراسة اليابانية كانت رائعة. دفاع متقدم الكويتي، يصوب خلاص، خليتوه يصوب، وهو يعني يختار وين اللعبة والزاوية يخلصها. أربعة أهداف الفرق. شوف هذا هوري كوشيرو، يحاول منتخب الكويت الاختراق. عبد العزيز نجم لعب سلبي، صالح الى لاعب الدائره ما وفق فيه، ولكن في خطأ هناك. خميس الوهيبي يقول في خطأ. هو طبعا حكم الدائره والمرمى، ففي خطأ لمصلحه المنتخب الكويتي. أمامكم النتيجة، الفرق 4 أهداف لمصلحة منتخب اليابان. طبعا ذكرنا في 2012
البطولة اللي أقيمت هنا في مملكة البحرين. طبعا الفريق الياباني فاز على في خطأ، في خطأ هجومي فاز على الفريق الكويتي فارق كبير 35-15، هاي في 2012. نعود طبعا فرصة ضاعت لأن خطأ هجومي للمنتخب الكويتي، طبعا تتحول الكرة للمنتخب الياباني. الآن شوف تغيير، تغيير يعني الجناح تصويبه ولكن بعيدة هذه المرة، بعيدة من اللاعب. طبعا الاثنين سيتو، تعود المنتخب، شوف هذا منتخب الكويتي، يعني منتخب الكويت معدل نقول دي الآن 3 أهداف فقط مسجل في تقريبا خلينا نقول 11 دقيقة، 3 أهداف في 11 دقيقة مقابل طبعا المنتخب الياباني مسجل 7 أهداف، وهذه محاولة اختراق. لكن شوف لاعب الدائرة، لا في خطأ، في خطأ، خلاص خلاص صكوا عليك، صكوا عليك، ما في ثغرة، ما في ثغرة، ولعب سلبي، لعب سلبي. تصويبه ولكن نشوف ما في شيء لان لمست الحارس، لمست الحارس. تعود للمنتخب الياباني، كمبيوتر يغير ملفاته طبعا خلال كل هجمة يغير الملفات. المدرب طبعا عنده وفرة، وفرة من اللاعبين. ماشي ماشي بالكرة، ماشي بالكرة، ماشي ماشي بالكرة، أكثر من 3 خطوات، محاولة كويتية، هذه ممكن يصوب تصويبه، ولكن أيضا هناك الحراسة الرائعة. فاست بريك، فاست بريك، يخلصها يخلصها، فاست بريك اللاعب طبعا 15. شوي هاي تاوا، شوي هاي تاوا، ينجح. يعني شوف الآن 22-17، 5 أهداف الفرق، 5 أهداف، والمباراة بدأت تصعب على المنتخب الكويتي. الآن نلعب في الدقيقة 13 من زمن الشوط الثاني، والمنتخب الكويتي متأخر بفارق 5 أهداف. طبعا هو في الشوط الأول تأخر بفارق 3 أهداف، ولكن جاب المباراة وحقق التعادل مع نهاية الشوط. محاولة صالح، تصويبه ولكن وين، في القائم، في القائم، في القائم من صالح رجيب. ايضا طبعا الان يعني السرعه للفريق الياباني تربك الفريق الكويتي، وايضا في الوضع الهجومي الفريق الكويتي يتسرع، خلاص يريد اللحاق بالفريق الياباني. طبعا يعني الفريق الياباني يلعب باريحيه، شوف الان يطبق باريحيه تغيير المراكز. شوف هناك المحاولة، المتابعة هنا، يصوب إلى دائرة، شوف فضوه، فضوه لاعب الدائرة، تحركات سليمة رائعة ويخلصها لاعب الدائرة اللي هو سيتو، وهدف طبعا رقم 23، والفرق يزداد. يجبر المدرب لمنتخب الكويت دورادو ديجو يتدخل، يطلب وقت مستقطع. الوضع غير طبيعي في الشوط الثاني في منتخب الكويت، وطبعا نشوف هذا يعني بدا عنده صعوبه في الاختراق. شوف الله، يا سلام يا سلام، هذه شوف هذه الالعاب يعني في تدريب كبير
في الفريق الياباني. هو يعني في منتخب الشباب لما شارك كان يبي البطولة، شارك يعني في بطولات كثيرة ما حققها، هنا يريد أن يحقق، هو يريد الشامبيون يكون ضمن لوحة الشرف. يعني مخرجنا بعد لو نزل الكاميرا شوية راح يشوف عدد أكبر من الجالية اليابانية موجودة في نفس المدرج. انتهى الوقت المستقطع لمنتخب الكويت، يا ترى ماذا سيفعل الآن، ماذا سيقدم المنتخب الكويتي؟ اليابان حققت طبعا 3 مرات المركز الثاني ومرتين المركز الثالث ومرة المركز الرابع، إذن هو موجود كمنتخب موجود. شوف المتابعة، شوف المتابعة الدفاعية، يعني لمن حامل الكرة اثنين يسقون عليه، ممكن يا سلام تصويبة موفقة هذه المرة من سمراني لاعب الكويت، يقلص الفرق، يقلص، يبي لك تباغت الفريق الياباني. يعني هم شوف الجمهور قاعد يشجع يحفز الفريق، ولكن يعني يحتاج الآن تحرك. يصيدها، يصيدها طبعا الحارس هنا هادي، هادي باقر يصد الكرة، فرصة الآن الكويت ممكن يخلص الفرق. في طبعا يقول لك لمس الكرة في قدم، نشوف طبعا نواف الفارس هذا الأسمراني اللي سجل هدف الكويت الآن 18. تصويبه ونواف، نواف للمرة الثانية، نواف الفارس، نواف الفارس يضيف هدف اللي هو 19، يقلص الفرق إلى 4 أهداف. ممكن، ممكن الكويت، ممكن يعني تركيز، ومن ثم طبعا الدقة في إنهاء الهجمة، وأيضا الدفاع مطلوب الآن الدفاع. تصويبة، وهذه شوف 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 هذه 9 مباغت هذا اللاعب هوري كوشيرو، هوري كوشيرو تعود الأمور إلى فرق 5 أهداف. هذا صالح في خطأ، في خطأ، في خطأ، خلصها خلصها، صوب صوب. صالح تصويبه، الله، هذا نواف، نواف، نواف خلصوا له، هو سلموا له الكرة، نواف يأتي. شوف المطلوب 3 أهداف متتالية لهذا اللاعب، تعيد الفرق إلى 4 أهداف. يعني الآن لابد دور الحراسة، وأيضا هنا في الدفاع جناح، ولكن طبعا حكم المباراة يقول الكرة هو اللاعب ممكن اختراق. حلو، حلو من صالح، صالح، صالح عنده، عنده إمكانيات، مهارات رائعة في الاختراق، وهنا هدف، هدف للمنتخب الكويتي. 21 الكويت، 24
اليابان، والفرق يتقلص الآن إلى 3 أهداف، يعني النتيجة 24-21. نأتي من جديد، المنتخب الكويتي بدأ ينتفض الآن، قلص الفرق إلى 3. ممكن في خطأ، في إيقاف لمدة دقيقتين، إيقاف لمدة دقيقتين على اللاعب. شوف يعني هذا اللاعب 75 رقم من المنتخب الكويتي، إبراهيم الرشيد. لا 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 واضحة يا رشيدي. لا 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 يعني على طول هذه دقيقتين. الآن طبعا الياباني بيلعب بأريحية أكثر، عنده نقص في المنتخب الكويتي، مو شرط لكن ممكن يعني فرصته أكبر. فرصة المنتخب الياباني هنا تأتي الآن، محاولة للاعب الدائرة وهدف. شوف على طول فرغوه. ثمانية نيكيتا. على طول قال لك ما ضيع أنا أمرر. لا 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 ما ضيع، واحدة ثنتين وفرغ لاعب الدائرة وخلص الهدف. بدنا نلعب في الدقيقة 20 الآن، دقيقة 20 وما زالت الأفضلية للفريق الياباني. محاولة اختراق لنواف. يا سلام. هذه طبعا التحركات هذه تفتح الثغرات. يحتاج يعني الكويتي في هاي الهجمة أن طبعا يصد الهجمة، وهذا نواف رائع. نواف يعني 4 أهداف لهذا اللاعب. لا 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 مو بهذا الشكل، مو في هذا الشكل ولا في هذا الوقت من اللاعب طبعا 18 لمنتخب يعقوب. ايضا ايقاف واضحة. يعني شوف 4 المنتخب الكويتي 4 هنا تأتي، يعني خلاص عنده أريحية يلعب ثغرات كبيرة في الدفاع الكويتي اللي يلعب طبعا بأربعة في الوضع الدفاعي مقابل 6. طبعا لا شك يعني فرق كبير هنا. أيضا منتخب الكويت راح يعني يلعب بدون حارس لأنه يريد يستفيد في الهجوم من لاعب. شوف نواف، تصويب نواف، لكن في خطأ في مراقبة أيضا لنواف. شوف مراقبة نواف. حسن حسين يعني يحاول، هذا صالح. أوه تمريرة غير موفقة، يعني كان في موقف حرج. ماذا يفعل؟ لعب كرة بتمريرة للمنتخب الياباني. طبعا حتى الآن هو مسيطر المنتخب الياباني، عنده فرق في الأهداف. تصويبه خلاص يعني مفتوح الدفاع الكويتي. ماذا سيفعل فارج عبد الله اللي بدا الان المدرب طبعا يستعين به بعد ما اصيب في وجهه؟ يبدو انه هو المدرب يريد يعني يفكر في المباراه القادمه. ايضا عنده مباراه طبعا مجموعه، هذه اقوى المجموعه الثانيه، اقوى من المجموعه الاولى. ناتي من جديد، المنتخب الكويتي متأخر بفارق 7 متر. يعني نواف 10/10 هذا اللاعب الأسمراني نواف الفارس. عبد العزيز نجم ينجح
أربعة أهداف متأخر المنتخب الكويتي. نلعب الدقيقة 23 من طبعا نهاية هذه المباراة. سبع دقائق هناك، سبع دقائق، واختراق رائع من اللاعب طبعا. تسعة رائع هذا هوري كوشيرا. صالح رجيب يبدو في إيقاف لمدة دقيقتين على اللاعب الياباني. الحكم خميس الوهيبي من سلطنة عمان يقول له ممنوع تسحب فانيلة اللاعب. تأتي من جديد الآن فرق خمسة أهداف هناك. حلوة هذه، يخلصها لا، ولكن الحراسة هنا نشوف نوزوياما. شوف صدها يعني من حقه، هو عنده ثلاث حراس، شارك الثلاث حراس هذا المدرب يوتا يوشيمارا المدرب الياباني، شارك يعني الثلاث حراس شاركهم في المباراة. إذا عنده ثقة، ما في واحد رقم واحد رقم اثنين رقم لا الكل. الآن المنتخب الكويتي يلعب دفاع متقدم، نشوف يصوب هدف هو اللاعب هوري كوشيرو رقم تسعة، هو المقلق للفريق الكويتي. وطبعا الآن نشوف الفرق يعني عاد إلى ستة أهداف، يعني 29 الآن 29 23 ونلعب الدقيقة 25. إذن الأمور جميل رائع، يعني أول كرة في الشوط الثاني هنا توصل من الجناح، وطبعا حسين المطوع يعني من شوف زاوية ضيجة، لكن من تحت بين أقدام الحارس. محاولة تصويب ولا لا 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 قوي هوري كوشيرو قوي، هو صاحب القنابل والقذائف اليابانية هنا. 30 طبعا 30 الآن 30 ونواف الضيع من نواف الكرة هذه. 30 24 هنا. يا سلام على التمويه، ولكن القائم يقف بالمرصاد. النتيجة أمامنا 30 مقابل 24، ونلعب في الدقيقة 26 من زمن هذه المباراة الشوط الثاني. 26 الدقيقة يعني حسمها نقول الفريق الياباني، عنده فرق ستة أهداف. هو الآن أيضا يعني يمتلك الوضع الهجومي ويخلصها. شوف يخلصها هذه 29 اللاعب كوتارو شوف ارتقاء ولعبها وين فوق فرج عبد الله. طبعا في خطأ 9 متر.
شوف عبد العزيز هنا، عبد العزيز نجم رقم 8 لعب سلبي على الدائرة، خلصها خلصها من وضع الدائرة. عبد الكريم الصايغ، عبد الكريم الصايغ يعني يستغل كرة من وضع الدائرة، يقلص الفرق الآن إلى 6 أهداف. آخر 3 دقائق و30 ثانية، تمريرة غير موفقة، تعود المنتخب الكويتي الآن، يعني الآن هو راح يلعب. لا طبعا لعبة 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 غير موفقة، غير موفقة من 9 المطوع. يعني هو الآن يلعب يقلص الفرق، ولكن يبدو أن المنتخب الياباني لا عنده نية ثانية يزيد الفرق في طبعا مرمى المنتخب الكويتي. شوف المتابعة، 9 متر، 9 متر للمنتخب الياباني. الضيع طبعا ما في من يشكل فاست بريك في المنتخب الكويتي بطريقة. هنا عبد العزيز نلعب في الدقيقة 29، نلعب في الدقيقة 29 الآن من زمن هذه المباراة. اختراق لوب ينجح فيه، ينجح فيه. اللاعب طبعا الكويتي ابراهيم الرشيدي قلص الفرق الى 5 أهداف. نلعب في الدقيقة الأخيرة الآن من زمن هذه المباراة، وفريق الياباني خلص النقاط. تأتي من جديد لعب سلبي، حكم المباراة، الثواني الأخيرة ممكن يصوب تصويبة، ولكن طبعا فرج عبد الله يقف بالمرصاد لهذه الكرة، والثواني الأخيرة. منتخب الكويت هنا تأتي ممكن يصوب، ولكن تعود في 9 متر، 9 متر الثواني الأخيرة. تصويبة وين؟ بعيدة 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 من عبد العزيز نجم. هكذا مشاهدينا.